بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وبما أننا نتكلم أيها الكرام الفضلاء، وتكلمنا بالأمس في دورة تأصيل العقيدة عن عقيدة الإمام أحمد في وأصول السنة عند الإمام أحمد، هذا الكتاب الماتع، وتكلمنا عن القرآن وعن أنه كلام الله غير مخلوق. أنا نكمل عود على بدء، وهناك رسالة في أن القرآن غير مخلوق للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي المعروف بإبراهيم الحربي، المتوفى سنة 85 و200، وهي رسالة ماتعة أيها الكرام الفضلاء. يقول في بدايتها رحمه الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرنا أبو الفتح أحمد بن عمر بن سعيد بن ميمون قراءة مني عليه قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن إدريس القزويني بمكة سنة 52 و300، قال: قرأت على إبراهيم الحربي ببغداد وكان يصلي بنا في شهر رمضان، قال: كنت جالسا عند أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة. وهذا من فوائد الرحلة في طلب العلم، الرحلة على العلماء وأهل العلم إذا نبتت نابتات الفتن ليسأل أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرجع إلى المتن. فقال أحمد بن حنبل: يتوجه العبد بالقرآن إلى الله لخمسة أوجه، كلها غير مخلوقة: حفظ بقلب، هذه الأولى، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظر ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق اللي هو القرآن، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق اللي هو القرآن، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق. قال إبراهيم: فمات أحمد بن حنبل فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض، وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهر، وفي رجليه نعلان من ذهب. يا الله، وفي رجليه نعلان من ذهب يخط يكتب. فقلت: ما فعل الله بك يا إمام؟ فقال: قربني وأدناني وقال: قد غفرت لك. فقلت: يا ربي بماذا؟ فقال: بقولك إن كلامي غير مخلوق. اللهم ارحم الأئمة الأعلام يا رب العالمين. ثم بدأ المصنف رحمه الله وقال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن إسحاق المعروف بالكسائي المصري إجازة بخطه، قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن عيسى ابن بوانة الموصلي إملاء من كتابه بلفظه وأنا أسمع، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن حسن بن مروان، قال: حدثنا أبو الفضل صالح بن أحمد قال: سمعت أبي يقول، ده صالح بن أحمد ابن حنبل عنده عبد الله وصالح، افترقت الجهمية على فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وسكتت، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، قال الله تعالى في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبرائيل عليه السلام تسمع من الله تعالى ليسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، وليسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، ويسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال: حدثنا بوانة قال: حدثنا أبو جعفر قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قلت: يا أبا عبد الله، أنا رجل من أهل الموصل، والغالب على بلدنا الجهمية. كانت الموصل في شمال العراق منتشرة فيها الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق عياذا بالله، وفيهم أهل سنة نفر يسير، وقد وقعت مسألة الكرابيسي، فافتتنهم قول الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لي أبو عبد الله: إياك وإياك هذا الكرابيسي. وسيكون لنا موقف مع أعلام أهل البدع إن شاء الله في وقته وفي حينه. إياك إياك هذا الكرابيسي، لا تكلمه، ولا تكلم من يكلمه، لا تكلمه، ولا تكلم من يكلمه، لا تكلمه، ولا تكلم من يكلمه ثلاث مرات أو أربع، إلا أن في كتاب أربع، إلا أن في كتاب أربع، يعني يقول هو شك الراوي ثلاثة ولا أربع، لكن اللي في كتاب أنا كتبته أربع مرات، يقول لا تكلم ولا تكلم من يكلمهم. وهذا فيه التحذير من الجلوس إلى أهل البدع ومناظرتهم والكلام معهم. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول وما جانسه يرجع إلى قول جهم. قال: هذا كله قول جهم، يعني هذا الكلام الذي نقله الكرابيسي هو قول الجهمية، هو القول الذي قاله جهم، ولذلك القرآن كلام الله. ثم قال: وقال
حدثنا بوانا قال حدثنا أبو جعفر قال حدثنا صلع قال حدثنا أبي يقصنا أحمد، وقال رجل للحكم بن عيينة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. الله أكبر، الخصومات في الدين، كل يريد أن يستقل برأيه، الأهواء والخصومات. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ولذلك الإنسان النبي يقول عند الطبراني: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. فلذلك الإنسان لابد أن يرجع للمعين الذي لا ينضف. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك فيما شجر بينه. هذا هو التأصيل الذي نحن نتكلم عنه أيها الكرام الفضلاء. وقال أبو قلابة: وكان أدرك غير واحد من أصحاب النبي، عبد الله بن زيد الجرم القضاعي من أكابر التابعين رحمه الله، مات بعريش مصر مجدع الأطراف، أصابته الآكل رحمه الله. وكان أدرك غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول: لا تجالس أصحاب الأهواء. وقال: أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما يعرفون. أرأيتم يا أخواني، الله يرضى عليكم، لا ينبغي الجلوس مع أهل الأهواء، احذروهم وابتعدوا عنهم. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما سنبين في دراستنا لكتاب السنة للبربهاري ونقل الأقوال في ذلك. قال: ودخل رجلان من أهل الأهواء إلى محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، تحدثنا بحديث؟ قال: لا، لا إله إلا الله. قال: لا، لأنهم يأتون ليس في غاية أنهم يريدون الهداية، إنما يريدون الجدال والمرى. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال: لا، ليقومان عني أو لأقومن. قال: فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، محمد بن سيرين، ما عليك أن يقرأ عليك؟ يعني قال: وش المانع أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. الله أكبر. قال محمد رحمه الله: لو أني أعلم أني أكون قبل هذه الساعة لتركتموها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية أيضا عند الإمام البربهاري يقول: ما كنت عين عن إقرائهم، ولكن أخشى أن يلقي عليكم شبهة فتهلك أو فتهلكوا. أرأيتم؟ هذا هو أهل السنة يا إخوان، ما يجلسوا لأهل البدعة ولا يناظرهم، ولكن ينشغل بتعليم الناس العلم النافع. وقال رجل من أهل البدع لأيوب بن أبي تميمة السختياني: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. فولى، أي سبحان الله، أيوب بن أبي تميمة السختياني ولى وتركه، فقال: ولا نصف كلمة. الله أكبر، ولا نصف كلمة، وتركه. فلذلك اللي ينشطون في تويتر وهنا وهنا: يا أخي لا تجادل، اترك، الله يرضى عليك، اترك الله يرضى عليك. وقال ابن طاووس لابن له يكلم رجلا من أهل البدع: يا بني، ضع أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول، ثم قل. ثم قال: أشدد، يعني شد عليها، شد أصبعيك إلى أذنك وأشدد، يعني امشي، امضي واتركه أيها المباركون. هذا لأنه يدخل في حديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء. فلذلك هم عارفوا كل شيء لكن ضلوا عياذا بالله. والحسن البصري يقول: شر داء خالط قلبا، يعني الأهواء. لا إله إلا الله، شر داء يخالط القلب هو ماذا؟ هو الهوى أيها الكرام الفضلاء. هذا شر داء يخالط الأهواء، يخالط القلب، هو الأهواء. وقد روي عن غير واحد مما مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوق، هو الذي أذهب إليه ولست بصاحب الكلام، يعني ما هي الفلسفة والكلام في دين الله عز وجل، ولا أن يأخذ بأقوال أهل الأهواء، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان من كتاب الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رحمهم الله. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، والله المعبود. فالقرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، والدليل على ذلك قولهم: ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم. ثم قال رحمه الله: نسأل الله يجعلنا من العاملين بكتابه وجميع من العاملين بكتابه ويجعل من العاملين بكتابه وجميع المسلمين، إنه على ما يشاء قدير. فلذلك يا أيها المباركون انتبهوا من هذا.
انتبهوا من هذا، انتبهوا من هذا، وفق الله وإياكم. ثم هناك أيضا رسالة الإمام أحمد الخليفة المتوكل في مسألة القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله. قال حدثنا صالح قال كتب عبيد الله بن يحيى إلى أبي رحمه الله يخبره أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة، فأملى علي أبي رحمه الله إلى عبيد الله أحسن الله عاقبتك أبا الحسين في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمتي، قد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين بأمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله يديم توفيق أمير المؤمنين، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد يغتمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله بأمير المؤمنين كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك كله وذهب به أمير المؤمنين، وقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله لأمير المؤمنين، فأسأل الله يجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، ويتم ذلك لأمير المؤمنين، وأن يزيد في نيته، وأن يعينه على ما هو عليه. وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رحمة الله عليه أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وذكر عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا باب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم ألم يقل الله كذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا، فقال فسمع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم فكأنما فقئ على وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه بعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هو هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، فقال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتسارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال فزجرني عمر ثم قال مه، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، وأخذ بيدي فخلى بي وقال ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ فقلت يا أمير المؤمنين إني كنت أسأت، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال لا تحدثني ما الذي كرهت مما قال الرجل. قال إنما قلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة، متى يتسارع هذه المسارعة، فإنهم يصيبهم ويختصموا، ومتى يختصموا يختلفوا، ومتى يختلفوا يقتتلوا. قال الله أبوك والله إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كل هذا يدلل على أن القرآن إيش؟ كلام الله. وعن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله مثل ما خرج منه، يعني القرآن. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله. وعن عمر بن الخطاب أنه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعه على مواضعه. وقال رجل الحسن البصري أبا سعيد إذا قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن أيأس وينقطع رجائي. فقال له الحسن إن القرآن كلام الله وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب، خباب بن الأرت الصحابي هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعت معه يوم المسجد وهو آخذ بيدي، فقال يا هنا تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال رجل الحكم بن عيينة ما حمل أهل الأهواء على هذا، قال الخصومات. وقال معاوية بن قرة وكان أبوهم من أتى النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلاب وكان أدرك غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالس أصحاب الأهواء. ثم ذكر ما قلناه في الرسالة السابقة اللي هي رسالة إبراهيم الحربي رحمه الله رحمة واسعة، حتى وصل إلى قوله رحمه الله وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت
بها مما قد علمه أمير المؤمنين، لولا ذلك ذكرتها بأسانيدها. وقد قال الله جل ثناؤه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: أنا له الخلق والأمر. وأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر أنه غير الخلق. وقال تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. فالقرآن علم الله. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم هو القرآن، لقوله: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روى غير واحد ممن مضى من سلفنا أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهو الذي أذهب إليه، ولست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان من كتاب الله، أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشرعه، أو عن أصحابه رحمة الله عليهم، أو من التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وإني أسأل الله أن يطيل بقاء الأمير، وأن يثبته ويمده منه بمعونته، إنه على كل شيء قدير. انتهت الرسالة الماتعة، وانتهت كلمتنا اليوم أيها الكرام الفضلاء في هذه الدورة المباركة، وهي دورة تأصيل العقيدة وكلام عن القرآن. ونحن إن شاء الله عز وجل مستمرون، تم تحريرهم في عاشوراء من المحرم الحرام الأصم لعام 41 و400 لفترة النبي عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم احفظ والدتي على طاعتك، وارحم أبي، وارحم أخي، واشفي أخي، وبارك في أهلنا وذرياتنا، وحبينا الإيمان، وزن في قلوبنا، وبغض الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وفقنا لما تحب وترضى، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، ابسط لنا العلم ولطلبة العلم، وعنا على العلم النافع والعمل الصالح، ونور بصائرنا بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.